اهلا بحضراتكم من جديد. نبدا مع حضراتكم كالعاده باغلفه الصحف العالميه ونروح لماركه الاسبانيه نشوف كاتبين ايه. والعنوان الرئيسي بيتكلم على زين الدين زيدان وانه بيسحر الجميع وان ريال مدريد هيستغل سحره لجذب لاعب سوبر يقود المشروع الملكي خلال الموسم القادم. تصريح هازارد: زيدان هو قدوتي بفضله اللي بدات لعب كره القدم، ومبابي: زيدان ايضا هو قدوتي الاساسيه، لقد جعلني احب كره القدم، واخيرا بوجبا: مدريد هو حلم كل لاعب خاصه بوجود زيدان. وبالتالي ثلاث لعيبه بسبب تصريحات قالوها في المؤتمرات الصحفيه الاخيره، ممكن نشوف واحد منهم او اثنين على الاقل موجودين في ريال مدريد الموسم القادم. نروح للبرنابيو الاسبانيه وكتبت: الجميع يريد التوقيع مع ريال مدريد، في الاشاره الى الاربع لعيبه اللي حضراتكم شايفينها، بيتكلم على اريكسون، على هازارد، على نيمار وبول بوجبا. نروح لأس الاسبانيه: الطريق نحو مبابي، قدوم الفرنسي زين الدين زيدان سوف يسهل طريقه للكره الذهبيه، وميسي اساسي الليله ضد فنزويلا في الواندا متروبوليتان. نروح لموندو ديبورتيفو الاسبانيه وبتتكلم على برشلونه، وان برشلونه طبعا في كلام على الاختيار النهائي للتعاقد مع ظهير ايسر مكمل لجوردي البا. كان في كلام كتير على فيليبي لويس، لكن لسه مش عارفين فيليبي لويس هل هيكون موجود ولا لا. طبعا اليكس والبرتو ومورينو ومونريال وفيليبي لويس يملكون المواصفات اللازمه ومتاحين امام البارسا، ثلاثه منهم تنتهي عقودهم هذا الصيف. نروح لسبورت الأسبانية والاجتماع من أجل كوتينيو، البارسا ومحيط كوتينيو يجتمعون للحديث عن وضع اللاعب ويأجلون البت في مستقبله لمدة شهر. البلوجرانا متأكد من استعادة كوتينيو الذي يعرفه، لكن في حال وضع البرازيلي في السوق فإن عملية بيعه لا يمكن أن تقل عن 100 مليون يورو. ولوكا يوفيتش اللاعب الصربي اللي شارك في مباراة ألمانيا وصربيا وانتهت 1-1 وأحرز الهدف، بعنوان يوفيتش يذهل وسعره يرتفع. وانا اعتقد ان الصفقه ممكن تخلص على 50 مليون يورو لصالح نادي اينتراخت فرانكفورت الالماني للاعب بيلعب في صفوفه. نطير الى انجلترا والتليجراف البريطانيه. طبعا زوبعه ريس لاعب خط وسط انجلترا يعتذر بعد المنشور القديم على الانستغرام الذي يظهر لاعب ويست هام موالي للجيش الايرلندي. الموضوع ده يا جماعه عندهم حساس جدا جدا جدا. وطبعا كابوس اسكتلندا علشان خسروا بنتيجه 3-0 من المنتخب اللي بيحتل المرتبه رقم 117 عالميا. نروح لسان البريطانيه، وطبعا ايضا ريس لسه مكمل في الصفحه الاولى بعنوان: ام سوري، انا اسف، ريس يعتذر عن الرسائل المواليه للجيش الايرلندي وساوث جيت لا تقصوا عليه. سنتعامل طبعا او سنستعمل سانشو وهيدسون كثيرا، هذا رايي جارس ساوث جيت في النجوم الشباب. يا جماعه سانشو ده واحد من المواهب الانجليزيه الرهيبه جدا اللي هنوري حضراتكم فقره الفيديوهات قد ايه عنده مهاره. لاعب بيلعب في بروسيا دورتموند ولاعب بيلعب في المنتخب الانجليزي ومواليد 2000، فبنتكلم على لاعب لسه عنده مستقبل كبير جدا في عالم كره القدم. وتشيلسي والصراع ما بين نونو ولامبرد على مقعد المدير الفني في حاله اقاله طبعا موريسو ساري. ميرور البريطانية وأيضا بيتكلموا على ساوث جيت يناشد الجماهير بأن تغفل لصاحب المنشور الموالي للجيش الأيرلندي. الموضوع كبير جدا زي ما حضراتكم شايفين، وعندهم الصحافة بتهتم بكل صغيرة وكبيرة. ستار البريطانية: ابتعدوا عن ديكلان، حجة ساوث جيت للمشجعين. طبعا أولي طبعا سولتشاير يهدف لدفع 65 مليون جنيه استرليني من أجل ماجواير. ماجواير هو مدافع ليستر سيتي ومدافع المنتخب الإنجليزي، واللي مانشستر محتاج يرمم صفوفه من خلال الموسم التعاقدات الصيفي القادم. نروح لإيطاليا ونختم معاكم بالجازيتا ديلي سبورت الإيطالية يوم إيكاردي، المصافحة مع سباليتي ولاتسيو في الأفق، وأيضا الأرجنتيني بيعود للتدريب بعد 36 يوم لقاء مع المدرب وزملائه في غرفة تبديل الملابس. وكذا يكون خلصنا مع حضراتكم فقرة أغلفة الصحف العالمية. هنروح معاكم سريعا لأخبار الكرة العالمية ونعرف إيه هو آخر الأخبار اللي موجودة على الساحة، ونبدأ معاكم بيوفنتوس وعرض مالي مقابل ديبالا وصلاح. طبعا توتو سبورت او توتو ميركاتو كتب وقال ان يوفنتوس بيهتم بنجمنا المصري محمد صلاح من نادي ليفربول، وقال طبعا يوفنتوس مستعد للتخلي عن لاعبه الارجنتيني باولو ديبالا ودفع مبلغ مالي للتعاقد مع محمد صلاح.
الكلام ده كله طبعا مكتوب على الصحف والمواقع، لكن لسه ما فيش حاجه رسميه. وبالتالي مبلغ مالي وديبالا مقابل محمد صلاح وانتقاله الى اليوفنتوس. طبعا الكلام ده كان على كلام طبعا المدير الرياضي لنادي اليوفنتوس، انه قال يامل بالحصول على خدمات محمد صلاح صاحب العروض المميزه من قبل في الكالتشي وتحديدا في فيورنتينا وروما. نروح للخبر اللي بعد كده، ابراهيموفيتش يعود للمشاركه مع لوس انجلوس جالاكسي الاسبوع المقبل. طبعا المهاجم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش بيعود الى ميرانو مع الفريق الامريكي الاسبوع المقبل بعد ما غاب عن اخر لقاءين للفريق في الدوري الامريكي بسبب الم في اوتار الركبه بعد ما اعلن الجهاز الفني. طبعا احنا عارفين ان ابراهيموفيتش واحد من النجوم اللي موجودين اللي دايما بيكون عليهم جدل في اي مكان بيكون موجود فيه. خبر اللي موجود، هازارد مارتينيز افضل من زيدان. هازارد بيتكلم على اعجابه الكبير جدا بالمدرب الفرنسي زين الدين زيدان، ولكنه قال انه يفضل عليه حاليا مدرب منتخب بلاده مارتينيز. والكلام ده كان على لسان هازارد في تصريحات نقلتها صحيفه ماركا الاسبانيه، قال ان احترم زيدان كثيرا، هو قدوتي في عالم كره القدم والسبب الاول في حبي لتلك اللعبه، ولكن نظرا للانتصارات اللي حققتها مع روبرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا فانا افضله على زيدان في الوقت الحالي. تصريح عادي جدا وطبيعي. صلاح ومان يحققان رقما قياسيا صمد 36 عام. نجمين ليفربول صلاح وماني طبعا عدلوا رقم قياسي للريدز. الاثنين طبعا الثنائي الخطير طبعا بيتخطوا او بيعادلوا الانجاز التاريخي للثنائي ايضا ايان راش وداليتش. ان الهدف ماني في المباراه اللي فاز فيها فريقه على فولهام 2-1 في اخر مباراه في الدوري الانجليزي، طبعا مع معادلة رقم صلاح للهداف ريدز في الموسم برصيد 20 هدف في جميع المنافسات. وبالتالي ماني وصلاح أول ثنائي يسجلان 20 هدف أو أكثر في موسمين متتاليين لفريق ليفربول بجميع المنافسات من 36 سنة. مانشستر يونايتد يرد على برشلونة بالتذكرة الأغلى. مباراة لبرشلونة ومانشستر يونايتد في دوري الأبطال، وطبعا إن في كلام على إن قيمة التذاكر هترتفع المخصصة لجماهير برشلونة القادمة إلى استاد أولد ترافورد في ملعب أولد ترافورد أو مسرح الأحلام في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، وده يعني هيقلل نسبة تواجد مشجعي فريق برشلونة في المباراة. وتم طبعا إبلاغ النادي الإنجليزي واللي خصص 4610 تذكرة فقط لمشجعي نادي برشلونة اللي هيكونوا موجودين أو 4610 في الكامب نو. ده بالنسبه لجمهور مانشستر يونايتد، وسعر التذكره في طبعا مشجعي نادي مانشستر يونايتد هتكون ب 134 دولار، واللي اعتبرها وسائل الاعلام اغلى تذكره لمباراه لليونايتد بعيدا عن المباريات النهائيه. يعني تاني هقول خبر تاني لحضراتكم، ان مانشستر يونايتد رد على برشلونه في الاعلام بسبب ان برشلونه بعد ما خصص 4610 مكان او كرسي لنادي مانشستر يونايتد في ملعب الكامب نو اعلن كمان قيمه التذكره هتكون 134 دولار، وده اغلى تذكره بالنسبه لفريق مانشستر يونايتد في دور الثمانيه مش حتى في المباريات النهائيه. بوفون يتمسك بحلم التتويج بدوري ابطال اوروبا. يعني طبعا وكيل اعمال بوفون اتكلم وقال ان الحارس الايطالي لسه مكمل موسم كمان على الاقل مع فريق سان جيرمان، ومستعد ان هو يضحي بالكثير جدا مقابل انه يتوج بلقب دوري الابطال، واللي جيان لويجي بوفون ما قدرش يحققه ولا يحصل عليه في مسيرته القرويه. يوفنتوس اخر لقب حققه كان سنه 96، وبالتالي لحد دلوقتي يوفنتوس والفتره حتى اللي كان بوفون موجود فيها في اربع نهائيات يوفنتوس لم يستطيع الحصول على دوري ابطال اوروبا. لوكا مودريتش افضل رياضي في 2018. لوكا مودريتش الكرواتي الدولي نجم ريال مدريد جائزه افضل رياضي عام 2018 والمقدمه من الاتحاد الدولي للصحافه الرياضيه. مودريتش حصل على 419 نقطه، يتفوق على نجمي التنس طبعا جوكوفيتش ب 337 نقطه، والمصنف السابع السويسري روجير فيدرر 290 نقطه، صاحب المركز الثاني والثالث على الترتيب. دورتموند ينافس بايرن ميونخ لضم اودوي من تشيلسي، وطبعا سولشاير
يطالب إدارة مانشستر يونايتد برحيل فالنسيا وروخو وسانشيز. فالنسيا طبعا واحد من اللعيبة المميزين جدا، وروخو واحد من اللعيبة اللي كان طبعا لولا الإصابة اللي كانت لاحقته فيها الفترة الأخيرة، أنا أعتقد أنه كان ممكن يقدم مستوياته. وأخيرا أليكسيس سانشيز اللي انتقل من نادي أرسنال لنادي مانشستر يونايتد، لكن الحظ طبعا يعني معاند معاه بشكل كبير جدا. ريال مدريد يخطط للتعاقد مع بيانيتش لاعب وسط يوفنتوس. ريال مدريد طبعا زي ما احنا سمعنا ان هو بيحاول ان هو يخطط للتعاقد مع بيانيتش في ظل تدعيم وسط ملعب فريق ريال مدريد. مانشستر سيتي ايضا هو كمان يخطط لضم توماس بارتي بالشرط الجزائي. توماس بارتي هو لاعب اتلتيكو مدريد الغاني، يعني هو لاعب غاني وهو لاعب اتلتيكو مدريد، والشرط الجزائي للاعب قيمته 43 مليون دولار. خصم 9 نقاط من بيرمنغهام سيتي بسبب خرق قواعد اللعب المالي النظيف. يعني الناس فعلا في انجلترا ما بتهزرش. نزل المركز ال 18 بعد ما تم اختراق قواعد اللعب المالي النظيف، وبالتالي ما فيش هزار. ايا كان انت مين، ايا كان ايه مركزك، ايا كان ايه فرصك في الصعود الدوري الدرجه الاولى، لو ما التزمتش هتتعاقب، فبالتالي يتم معاقبته ب9 نقاط خصم من رصيده علشان يكون موجود في المركز ال 18. وفيرجيل فان دايك لاعب الموسم حسب تصويت قراء سكاي سبورتس. فيرجيل فان دايك واحد من اللعيبه المهمه جدا جدا في دفاعات فريق ليفربول، وايضا في دفاعات المنتخب الهولندي، وبالتالي يستحق. وكمان احرز مع المنتخب الهولندي كمان في المباراه اللي اتلعبت امس هدف من الاهداف المهمه. زي ما حضراتكم عارفين ان هولندا في دوري الامم الاوروبيه صعدت بفضل فان دايك لما احرز الهدف في شباك المانيا. وايضا امبارح كمان هولندا بتفوز على بيلاروسيا او روسيا البيضاء ب4 أهداف مقابل لا شيء، وفان دايك بيحرز هدف في الدقيقه 86 من عمر المباراه. وكوبر يسقط مجددا امام اورجواي في بطوله الصين الوديه. كوبر هو المدير الفني السابق للمنتخب المصري، وطبعا في مباراه جمعته ما بين المنتخب الاورجواياني بيخسر في المباراه، ودي كانت في بطوله الصين الوديه. وفينيسيوس جونيور بالرغم من الاصابه اللي لحقت به في مباراه اياكس امستردام في دوري ابطال اوروبا، الا انه لاعب الشهر في ريال مدريد، لاعب شهر فبراير في فريق ريال مدريد. فينيسيوس جونيور الموهبه السمراء، الموهبه البرازيليه اللي انا اعتقد مع زين الدين زيدان هتتوهج اكتر واكتر واكتر. وفاران يخطط للرحيل عن ريال مدريد في الصيف المقبل. فاران اللاعب الفرنسي الدولي ساحب كأس العالم الأخير أيضا وصاحب بطولات دوري الأبطال مع فريق ريال مدريد، قال إن خلاص أنا عملت كل حاجة مع فريق الريال والوضع الحالي بيسمح لي بالرحيل خلال الموسم القادم. فينوس تصعد إلى ثاني أدوار بطولة ميامي الأمريكية للتنس. طبعا فينوس ويليامز واحدة من أشهر لاعبي فريق التنس العالميين، طبعا صعدت بصعوبة إلى الدور الثاني لدورة ميامي الأمريكية للتنس بعد تغلبها على السلوفينية ياكوفيتش في الدور الأول في مباراة استمرت لأكثر من ساعة. طبعا باريس تقترح إدراك بريك دانس ضمن 4 ألعاب جديدة بأولمبياد 2024. البريك دانس طبعا هي واحدة من اللعبات اللي بنشوفها في الشوارع، زي ما بنشوف كرة القدم اللي موجودة في الشوارع، أيضا في حاجة اسمها البريك دانس. البريك دانس هي رقصات خاصة في الشارع ما بين، طبعا فيها تحديات وفيها تشالنجز كبيرة جدا، وبالتالي باريس بتقترح إدراج البريك دانس في 4 ألعاب جديدة في أولمبياد 2024. ده طبعا إذا دعمت اللجنة الأولمبية الدولية المقترح اللي بتقدم بيه منظمه أولمبياد باريس بإدراج 4 ألعاب جداد. وطبعا الـ4 لعبات هتبقى ركوب الأمواج والتزلج على الألواح والتسلق الرياضي معاهم البريك دانس. مايك شوماخر فخور بمقارنته مع والده. طبعا مايك شوماخر عبر عن سعادته وفخره بمقارنة الناس ليه بوالده مايكل شوماخر في وقت يستعد لخوضه سباق الأول في فورمولا 1-2 في البحرين الأسبوع المقبل. جيمس هاردن يواصل تحطيم أرقام مايكل جوردن. خبر من الان بي اي ان جيمس هاردن لاعب فريق هيوستن روكتس اللي بيلعب في دوري الان بي اي بيكمل سلسله تاريخيه من المباراه اللي قد فريقه خلالها هيوستن روكتس لفوز كبير على مضيفه اتلانتا هوكس بنتيجه 121-105.
طيب كده خلصنا مع حضراتكم الصحف العالمية، وخلصنا معاكم أخبار الكرة العالمية، هنروح معاكم ل